بيحاولوا يجيبوا دم اللي ماسك مصر من اولها لاخرها. هتكلم على Physiology of Kidney and Functions of Kidney. طبعا عندنا اطباء واكيد فاكرنا الحاجات دي، انما الفاكره برضه بتساعد. ليه اخترنا الكدني؟ الكدني هي بتمثل 1% of the body weight، حاجه صغيره يعني، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى تعبانا بتقريبا ربع من 20-25% of the body output. من اهم هي الفانكشنز بتاعتها بروكلي طبعا عن excretion of waste products، control of extracellular fluid and volume of the blood، control of blood pressure، في هرمونات طبعا، الهرمونات ده اللي بتكون في الستيميليتر في الستيميليتر. هنمسك واحد فيهم طبعا الريجيليشن اوف كيدي فانكشن سبيشال، حاجات كتير مثلناها هرمونات مثلناها الدرج كده، وهو ده اللي هنعمله النهارده. هنبدا اول حاجه بالكيدي ستراكشر. Que
كيرت أبتو يوز في الدرجة الرابعة الثانية اللي هو يشمل المحبلة دانسة أو اللي هو السيلز أو دي كونفليوت التريون and the granular cells. دول بيحسوا بالليفل أو الصوديوم والجرانيولار سيلز بتنتج الرنين اللي بيتحكم في الصوديوم اللي بيتحكم في البلد بريشر والبلد بينهم وبين بعض بين الاندوثيليال سيلز أو الرومانتس والاندوثيليال سيلز أو البلد في بيت مكانين وهذا البيت مكانين هو الفلتريشن بيفوت فيوز مية وما ينفعش أبدا يفوت بروتين إنما هو الوقت ما بيشتغلش لوحده محتاج البروتوسايتس يعني البروتوسايتس أو في الإبيثيليال سيلز هي دي اللي بتجمع كل البروتينات إنها تنزل لو البروتوسايت دي ما اشتغلتش يبقى بروتين لوزي البيزمنت ممبرين لونه أزرق ودول هما البروتوسايتس بيحصل الفلتريشن علشان الفازو دايلتيشن او بي افرن ارتريول قوية واسعة فالدم يبقى غشي وبعدين الافرن ارتريول كونستريكتد فيخلق بريشر في الارتريول حوالي 55 مليمتر هما بيحصل الفلتريشن في 55 كلهم لا في 10 بس ليه؟ لان انا عندي كلويد البريشر هنا بيمنع وعندي بريشر انترافاسكولار بيمنع حوالي 10 يبقى النت بلس ماينس النت يبقى 10 بس مليمتر فال10 دول كافيين هم ينتجوا اللتر ونص وول كل يوم انما الجول ما هواش التكريت لانه زي ما اتفقنا كده ان 97% أو أكثر من الفلترين بيبقى ريه الدور واليورين نفسه بيبقى كونسنتريتد وحاجات زيادة من غير الفلترين بتبقى سكريتد جوه هنفهم بقى كل حتة من هنا وادي النسمة ستراكشر الحتت اللي عليها علامات حمرا دي بس هننتبه لها ثلاث ثواني انه الفلتريت لما بتيجي من هو بيبتدي في ابزوربشن من اول البروسس بتاعت وبيبقى مينلي فور 70% اوف صوديوم ومنين ما يروح الصوديوم الميه ماشيه ورا مع الصوديوم ممكن يحصل في ابزوربشن اوف بوتاسيوم وكلورايد انما البوتاسيوم لابد يبقى يعني في الشعره فبيرجع يبقى excreted في الكولكتيف سيلز عن طريق هرمون حتى بيقولوا دلوقتي هو ده بعد كده بلاقي انه في اسندنج والاسندنج جروب اوف هاند وبعدين الاسندنج جروب اوف هاند لها بيج بارت وبيج بارت البيج بارت فيها السكند كنترول اوف صوديوم اللي بتمتص بتعمل ري ابسوربشن بترجع الصوديوم الدم تاني حوالي 35% او 30% 35% اللي فاضيين بيبقوا عن طريق الديستريكت كونفليوتد تيوبيول وعن طريق الكولكتيف تيوبيول الميه بتعدي عادي جدا في اي حته من الحتت دي الا هنا هنا بقى اللي بيحصل الكونسنتريشن اوف ووتر عن طريق الانتيبيوتيك هرمون نرجع نعيد تاني علشان الاختبار بيرتب المعلومه كلنا كلها. الخمس اماكن اللي انا وريت لكم اللي معمولين بالاحمر يعني دول بيبقى فيهم اكتف ترانسبورت مش بس سيمبل فيوجن اكتف ترانسبورت عشان انا مثلا عايزه اي وان تو بي ابسورب 65% من الصوديوم شويه هيمشوا باي ديفيوجن والباقي انا هتكلمهم باي انرجي اكسبنشر عن طريق اي دي بي وإي دي بي وده بيسند للصوديوم وللبوتاسيوم وللهيدروجين ايون وللكلورايد يعني في مكان ما بيبقى غالبا في بروتوكول كونفيليتي سيجون
بيحصل عن طريق الكيبيز الصوديوم يبقى ريتريف في البلد وقصاده بيحصل اكسكريشن او بوتاسيوم. مع الصوديوم ممكن يبقى معايا كلورايد، ممكن يبقى معايا جلوكوز وميه طبعا. الجلوكوز من نعم ربنا علينا انه اول فلتر جلوكوز في الزبده بتاعته. كان مفيش نص كلورين خالص علشان يضمن انه الفقير اللي قاعد رغيف العيش يقدر يغطي اليوم كله. مفيش حاجه بتبقى غلط. انت ينزل اليورين لما الليفل بلاد يزيد عن الرينال بريشر. الرينال بريشر بتاع الجلوكوز حوالي 130 ل 200 ملي لتر ملي جرام في الثانية. يبقى احنا عندنا سيفتي مارجن ممكن السكر يعلى فيه ومع ذلك ما ينزلش. على عكس بقى الجلوكوز الهيدروجين اين. اول فور هيدروجين اين كلهم كل الفلتر بيترمي على اليوم. هيدروجين ستريم انت اللي انا محتاجاه عشان اظبط البي اتش بتاعتي. لذلك اليورين هنا في انتوفا للكربونيك انهيدريز ان البروفيل الكمبيوتر ريفيو مع الصوديوم ممكن يبقى 3-4 صوديوم كربونيك عن طريق الكربونيك انهيدريز. وهنا بتيجي الدور الكربونيك انهيدريز انهيبيتور انت بتستخدمه في علاج الجلوكوما او الكلام ده. ذا فانكشن اوفر فيو كليرنس جلوكوز سيركيليشن يعني انا مع ان انا هي رسمه واحده وممكن نشرح عليها المحاضره كلها، بس انا حطيت بقيه المعلومات على الصور علشان لو الشباب الصغيرين حب ياخد المحاضره ويذاكر منها يعني تبقى افيلبل ومكامله. يعني الريجيليشن اوف الفريشن اللي هو بيحدد كمية البول وكمية السكريشن والكليرنس of waste products and of drugs بيتحكم فيها حاجات كتير من ضمنها السكرتات ومن ضمنها الهرمون. فزي ما اتفقنا كده ان الميكروديزم بتحس بالصوديوم كونسنتريشن. فلو الصوديوم كونسنتريشن كان واطي او كميه الدم قليله يبقى هي الضغط غالبا هيبقى واطي. هتنتج الرنين يشتغل على الانتفنسن 1 يعني الانتفنسنجن اللي منتج فيه الليفر وراح على الكلى يروح هي تحوله الى انتفنسن 1. يجي بعد كده الايس هو الانتفنسن كونفرتنج انزايم يحوله الى انتفنسن 2. يعمل بدا كونستريكشن ويعمل حاجات ثانيه فيرفع الضغط شويه ويمنع الصوديوم ان هو ينزل على الكلى. في قصه ثانيه غير الانتيتانسن وغير ال ال وغير ال ال البراند. طلعني من الادب الكورتكس الاسوسيو السستوي لما يجي يشتغل على ال ديسك كومبيوتر تيو يعمل لي فردر ري ابسوربشن اوف صوديوم ويرفع الضغط شويه زياده. طبعا زي ما اتفقنا ان كل صوديوم بيخش معاه ميه، فلما الميه تزيد شويه ترفع الضغط. طب هل انا عايزه ارفع الضغط؟ عايزه ارفع الضغط. يعني لو انا عايزه اجري، عايزه اذاكر، عايزه يبقى عندي مجهود وضغطي ودي ومش مستحمله، نيد تو اليفيت ماي بلاد بريشر علشان تو بمب يعني كومبيت ويز ذا ديماندز اللي عايزها جسمي. هنا في البروفيت كومبيوتر تريبيون واتفقنا ان هو الصوديوم يدخل ويرمي البوتاسيوم وده المين سايد اوف فانكشن اوف وان اوف ذا دايريتس اسمها اوزموتيك دايريتس. لو انا عندي عيان عنده انكريز في التنشن أو جسد هارت فيلير والأسسن فلوس عالي قوي والعيان مش قادر يتنفس مش قادر يتحرك وأنا محتاجة أوطي الضغط بسرعة
هعمل ايه؟ لازم ما يكون مثلا هو يبقى completely absorbed, completely inhibited and not reabsorbed. فبالتالي بيزود الصليوت اللي جوه الفلتريت, بيزود الصليوت اللي جوه الجيول, بيمنع معاها الصوديوم انه يخرج ويبقى ريابسورب, لان الصوديوم هيخرج مع ميه ودي صليوت باي اوزموزس, فاسمع شكلها تكون اوزموتيك اريست. الخطه دي بتبقى هنا بتمنع الاكسكريشن of the reabsorption of sodium with excretion of mannitol ومعاه الصوديوم والميه, فيقلل الاسفل الكون ويقلل التنشن اللي كان بيجي في البرين او في اللنج. بيحصل سكريشن في البروفيس بيون, قلنا ذلك صوديوم بايكربونات, يا اما يبقى ابتيتد او يرجع من طريق الكربونيك انهايدريتس. كونسنتريشن اوف يورين بيتم مين بالنسبة للموضوع ما دام هو بسيط كده. وقال المشكلة جت فين؟ المشكلة جت في الريجيشن, ان احنا ما بنمشيش بالمظبوط. ممكن ناخد ملح كتير, ناخد ميه قليل قوي, ممكن ناخد ادوية مع بعض تعرض لدور الكلية ويقلل الدم اللي وصل لها. يعني لو احنا قلنا انه لما الضغط بيوطى والرنب يطلع والالتستيرون يطلع والاديتانسون يطلع والعادي الضغط, اول ما الضغط يبتدي يعلى شويه يجي من الاتريوم اللي هم الاتريال لاتريتيك بيبتايدز, بحس بالتنشن وتروح مطلعه اثنين ثلاثه هرمونات تكونتر اكت الالتستيرون, تكونتر اكت الايفكتس بتاعت وترمي الصوديوم عشان تقلل الضغط. يعني هي مكفيه روحها بالفيدباك بتاعها. احنا بنلعب ده مبوظ اللي ربنا سبحانه وتعالى فعله عن طريق قصد او غير قصد. يعني الريابسوربشن اوف يوريا ممكن يمشي مع الميه, ممكن يمشي مع كده كتير, ان انا الاريا اوف ديسل اوف يونت فيول سام تايمز اليوريا بتبقى ريابسورب زياده, ولما تبقى ريابسورب زياده بتساعد اليوريك اسيد ان هو يعمل ساعتها. يعني هنا لو هو ده المكان اللي انا بدي فيه ادويه اللي بتزود الاكسبريشن او اليوريك اسيد في المكان ده. ودي الرول اوف ريتريك بيبتايدز والرينا فلو رينا سيركيليشن. نيجي بقى لحته مهمه قوي جميله وخلينا دور مهمه قوي فيها. الفازوديليترز اللي بتساعد الايترناتريتيك بيبتايدز البروستاجلاندنز او فازوديليترز, وبيساعدوا الارتريولر اثر الارتريول اللي هو الفازوديليتر فيزود البروبابيلتي بريشر ريت. ولها فوائد ثانيه كتير, انها بتشتغل في حته ثانيه وبتعمل حاجات ثانيه ريت اللي بتساعدني في كونتر اكت اي شيء على الانفلاميشن. يبقى من ضمن الحاجات اللي بتعمل كونستريكشن اوف الاثر الاكتريول الادرينالين والاندوثيليوم والمايجينيك افلكس. المايجينيك يعني اول ما البلاد بريشر يعلى وعلى الارض والدايجيت يبقى مايجينيك في المصر بتاعته كونتراكت كونستريكت علشان تحمي التشو بتاعه ان هو ما يتعرضش للبلاد في الحياه. اللي بيحميني من ده الكليز زي ما احنا عايزين الانترناتريتيك سايتس البروستاجلاندنز والنايتريك اوكسايد. كل دول بيزودوا بيفتحوا ويزودوا البريفيكتيشن ريت. طبعا الافرنت علشان يعمل بروبر جلوباريفيكتيشن ان هو كمان يقفل شويه. يبقى واحد بيزرديت واحد بيكونستريكت عشان ينزل الكول, واول ما الكول ينزل والضغط يوطى نبتدي نرجع تاني نعمل فيدباك ايدر على حسب احتياجات الجسم. يعني يبقى مني البروستاجلاندين بروستاسايكلين وبروستاجلاندين الاثنين بيساعدوا في السوجر ري ابزوربشن, بيعملوا غاز الضغط
rehabilitation where بيساعدوا لو انا بجري بذاكر بعمل اي حاجه فيها مجهود فالدم هيروح على العضلات وهيبقى شفت من الكدني للعضلات. طيب العضلات بيبقى فيها فازودايليتيشن وهذه الفازودايليتس بتروح على الجلوميرولاي الكدني علشان تمنتين فلو ما يحصلش الكيميا او الكدني. الفلو ده ناتج عن البروستاجلاندين اللي لها فانكشنال ليفل انا مش موجوده العقل. دي لما كويسه بس انا حاسه ان انا اتاخرت. احنا اتكلمنا على الفيرالكس في السكه او كنت بقولهم تاني بس ولا اوكي. هنشوفها بقى على اللي احنا قلناه ده ثاني الكترون مايكروسكوبيك بيكتشر يعني للهيومن لوميرتس بصحته. وادي الافرت اكتريور وادي الكابيلاريز لوميرتس كابيلاريز وادي الافرت اكتريور ودول البودوسايتس اللي حوالين الاكتريولز وهنا النتائج. ليه جبت الصوره دي؟ علشان اقول انه في بينهم وبين بعض ده ترانسميشن الكترون مايكروسكوبيك بيكتشر ودول البودوسايتس ودي اندوتيكال سيلز وفي النص هنا في سانوير في الاكزاجن سيلز. لما تيجي عندي لوبس الاقي ان ممكن يبقى تبصص في البيزمنت ميمبرين هنا وده يبقى اسمه نهو دي رسمه يعني. ممكن يبقى تبصص في الميزانجر يبقى اسمها الميزانجر لوبس نفرايتس. هنا دي ممكن يبقى تبصص في البيزمنت ميمبرين وده يبقى لطيف جدا لانه بروتين جزء. ممكن يبقى ديبوزيت ما بين البروتوسايت والبيزنس ممبرين وده برضه يبقى لطيف جدا لانه برضه بروتين جوزي ما معهوش انفورميشن كامل. هو الكبسه كلها بتبقى يا اما مسنجر يا اما سب انتيريور. انا بس حبيت يعني بما اننا شفناهم اقول علشان اللي هيشرح بعد كده ايه السبتات بتبقى شيء سهل عنه. دي ادويتنا معظمها اللي ممكن تعمل تقريبا دامج و دكتور علاء كتبتها ومنزلها كتب على الجروبات ودي سكرين شوت من الكتاب بيقول قد ايه اهميه الاطفال الاصول ده يعني فور البروستاجلاندين واهميتهم للكليه. وهنا الكلاسيفيكيشن اوف نان ستيرويدز اللي بتقلل البروستاجلاندين اللي بيتلفوا اوفر ذا كاونتر وهم انا بعتقد يعني ان هم سبب يمكن 25% من عيانين الكلى في مصر. مشكلتنا بقى كمان مش عيان بياخد بروستاجلاندين مضطر زي عيان الاس اكيلوزنج او عيان روماتويد انما لو اخد معايا مثلا رنا انزيمز بلوكر زي الاس انهبيتورز او الاي ار بي الاقي انه الافرنت بيبقى دايليتد والافرنت كونستريكتد من الانتي بروستاجلاندين اللي انا بدياه فالمحصله النهائيه ان مفيش غير الفريش ريت خالص وممكن يحصل لي كابيلري نكروز في هذه الفيلم. التيك هوم مسج بتاعتي لقد ده سوق التين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. دورنا كاطباء ان احنا نحافظ على النعمه اللي ربنا ادها. ثانك يو فيري ماتش. شكرا استاذتنا غاليه استاذ الدكتوره نادية رئيس قسم الاوتيزم والتأهيل.